الجميل في هذا الملتقى أن كان هناك حضور الهيئة العامة للطيران المدني للخطوط السعودية لطيران النسمة، معظم الناقلات، وأيضا لزميلاتنا في طيران الناس، حريصين بهذه المبادرة أنه ليس فقط يعني إبراز جهة دون جهة، نحن نريد بهذه المبادرة خدمة كافة العاملين في هذا القطاع، كافة الشركات، إيمانا منا أنه هذا الأمر يعني مهم جدا للارتقاء بهذا القطاع الهام. جزء من تمكين المرأة ومساعدتها، لاحظنا أن الرئيس التنفيذي في نهاية اللقاء طرح أن هناك أيضا مبادرة لتمكين الزوج والزوجة في حال أنهم رغبوا أنهم يعملون في الضيافة الجوية، بحيث يكون جدول عملهم في نفس الوقت، كل هذا مراعاة للمرأة السعودية وأيضا للشاب السعودي لتمكينهم في هذا الجانب. نحن حاليا في جامعة الأمير سلطان، التطور الطبيعي للبرامج حقتنا، نشوف هل سوق العمل يحتاج للكفاءات هذه ولا لا. ما حنقدر نخرج أحد إذا ما له وظيفة فعالة، فكانت بداية عملنا إنه إحنا والله نفتح البرنامج للرجال ونشوف مدى تقبل السوق لهم، والحمد لله رب العالمين الأعداد نغز يعني كانت في تزايد. فبناء على النجاح في قسم الشباب أو قسم الرجال، التوجه والآن الطلب الأكبر بيني وبينك من شركات الطيران على النساء أكثر من الرجال، فبطبيعة الحال نحتاج، ودرسنا الموضوع، وإن شاء الله في فترة قريبة حنعلن كجامعة الإمام سلطان بافتتاح أول قسم إدارة طيران في المملكة العربية السعودية. تواجد اليوم في ندوة جامعة طيران كان بهدف تقديم رسالة للسيدات السعوديات أن هذا القطاع يقدم الكثير من الوظائف ويقدم الكثير من الدعم للسيدات السعوديات. المشاركة جتني دعوة من فلايناس، وتشرفت جدا الصراحة بدعوتهم، انبسطت اني اشوف جامعة الامير سلطان، اشوف التخصص اللي تخصصت فيه في امريكا وصل للسعودية. I'm so proud الصراحة، جدا مبسوطة. طبعا هي الجامعة الوحيدة اللي بتقدم تخصص ادارة الطيران من الجامعة امبريدل، فهذه خطوة جدا جميلة، وحكون صراحة جنبهم ومعاهم الى ان يفتحوا المجال للسيدات. شاركت في الايفنت هذا بسبب الشخص اللي انا عايش معاه، انا متزوجة كابتن طيار، وهو اللي حمسني وخلاني الا اطلعي، وانا اعيش اتنفس طيران. احنا عائله افييترز، فمن زوجي لابنائي مهتمين بالمجال، ف وير هير، ويعني ثانك يو فور جامعه، ثانك يو جامعه سلطان وفلاي ناس على تحت الفرصه. دائما النساء يكونوا دقيقين في عملهم، وهذا الشيء كان ينقص مجال الطيران بشكل كبير. بدأوا في مجال الطيران، بدأوا بقوة ما شاء الله تبارك الله، أثبتوا جداراتهم من المقابلات اللي شفناها اليوم، المناصب اللي مسكوها، التغييرات اللي حصلت في مجال الطيران بعد دخول المرأة للمجال.